شكرا سيد النائب، ما كانش عندي درايه بهذه المشكله هذه. خديت بعض المعلومات، كاين 25 ملف اللي تعالج في التوسعه ديال المدرج ديال تطوان. هاد 25 ملف تيدوز من المكتب ديال سميتو ديال المطارات وتيجي لعندنا حنايا في الوزاره، لا ديريكسيون دو لافياسيون سيفيل. 25 ملف الجواب توصلوا به الناس، او على الاقل حنا رديناه للمكتب، ما عرفتي واش عطوه للناس في اجال ما فاق شي 35 يوم. واذا كانوا شي ملفات عندها مشكل بالطبع يمكن لكم تراسلوا الوزاره تقولوا هذا الملف راه عالق، وحنا ذاك الساعه غادي ندخلوا ان شاء الله. شكرا.